اللذيذ في الموضوع قبل ما نسهر يعني معاك يعني مع حضرتك على الهواء قالت لنا ايه بس واحده واحده عليا عشان انا العربي بتاعي تعبان شويه. لا العربي فالله بصلي على النبي انت عامله شغل زي الفل اهو بتتكلمي يعني احسن مننا كلنا. انا بحاول بس السنتين اللي فاتوا ساعدوا قوي ان انا احسن العربي بتاعي فالحمد لله. انت محتاجه تحسني الالماني دلوقتي ان شاء الله زي الفل. طيب انا عايز اسالك على فكره الاستعانه بالنجوم في عالم الرياضه للترويج وللتسويق لهذه المبادره وهذه الفعاليه، استعانتوا بمين وليه؟ اشمعنى دي؟ احنا السنه دي تعاوننا مع فريده عثمان بطله السباحه. احنا اخترناها لان احنا شايفين ان هي قدوه للتلاميذ وللشباب والاطفال في مصر. وهي كمان يعني بتثق وبتصدق في القيم اللي احنا عايزين نزرعها في الشباب في مصر، يعني ازاي تكون يعني تحترم الاخر، ازاي تحط مجهود في شغلك، تثق في نفسك، ودي كلها حاجات احنا عايزين يعني نزرعها في المدارس. وعايزين كمان انه لما نعلم الطالب يكون احسن حاله هو ممكن يكون فيها ويطلع احسن حاجه من جواه، هو كمان ممكن يساعد التانيين ان هو هم يكونوا احسن حاله هما ممكن يكونوا فيها. ف ده بيودي في الاخر ان احنا بيبقى عندنا مجتمع سليم وبنقلل من العنف، بنقلل من التنمر، وبنزود يعني جو احلى في المجتمع ما بين الشباب. ف فريده عثمان كانت مبسوطه قوي انها تشارك معانا في البرنامج بتاعنا، وهي كمان شايفه ان الموضوع ده مهم جدا وكان تعاون جميل جدا. برضو السنه اللي فاتت اتعاوننا مع رامي عاشور بطل سكواش، فاحنا يعني مبسوطين جدا ان احنا جالنا الفرصه ان احنا نشتغل مع ابطال. اختياراتكم كويسه جدا على فكره، ودي نماذج يعني وممكن تكون قدوه كمان لشباب كتير.